أكد وفد جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أن بلاده أقامت القضية ضد إسرائيل إيمانا منها بحدوث إبادة جماعية في غزة وحماية للقانون الدولي. واتهم وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، منوها بأن هناك دلائل واضحة تثبت ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية برعاية قادتها، مستنكرا إفلات إسرائيل من العقاب وعدم محاسبتها منذ عقود.